الحمد لله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد مرهري مرضى بابا حماد اسكاله الله سبحانه قادر كاه اين لدوني وحانا نقعد سنين اللي نوغرتي إن نقرنا ضد إسلامه أسيقه وحيدة الله سامحه تسكاله نمعاد آدم الله سييو وحاقو وين أغنه الرئيسة إن قفك آدم الله قد لغا إسلام ونعمة كوبات إي آدم الله سييو ويا نعمة الإيجاد نعمة السمع والبصر نعمة الصحة والعافية إيو وحاسو دمرك اللي غي مادو نمعاد اوغو كوبات اي الهي و انسان سيو و ايمان نولو الادونيو اون ايمان لهين و شلايتا يهو ايه ندامو باقا دبين دونتا ايه محان ادونك اللي كان اي نمعاد مرك اللي غفانو الهي نقول نسي سبحانه وتعالى ان بضان ادوميه سكامي دان ونوغف فضيلي وحاوي ايا نعمة الاسلام إنه إلهي نقدر يقدر الإسلام، هذا الصيغة الوحيدة إنه إلهي نقدر سبحانه وتعالى. هنوم مالين، وحن عطسنا ماهن، ما أنا كعطسنا إلهي سبحانه وتعالى إنه نقدر الإسلام. أحد الله يرجي استمي أجر، ما أحد إلهي كعطس ضيب أجر، أنتم نطلعين كهر إنه كو أبو الدين إسلامك، أحد إلهي كعطس ضيب أجر سبحانه وتعالى. ونمع فضي محضي أو برح تيران ويان أو وحكا لكو جيرين إلا غسي إيمان الله هسا مركا كوباد مردن بابا مر هوري مردن بابا يان أمهد علينا سبحانه وتعالى ومهدي سمرنا إدمانين مروا البابل أمهد علينا صلاة والبابل تكوذو وحكا بالآباتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مهدي إله سبحانه وتعالى مر أي كذا ما نسوقف كأذان كإسلام كعرب كيس ماله وخان أنت هكذب ما أنت كلمة ده وحيكوس أبسط طاي إلهي سبحانه وتعالى مر كات كربته جرجر يا نصري يوح بدر إلهي ذكر الجين سبحانه وتعالى نوقف فجي مر كات كربته مر كوب الأذان ما صح على قاهله وين الأضن صح عديك نقطة مركب كوبات وين وضد الأضن نمضى لقاهله وين نقطة الأضن إلهي سبحانه وتعالى وحو أمرينا وهو جانسن وحو إلهي كرب سبحانه وتعالى نكده يراد وين نقطة مركب إلهي وحو كأمري لقاهله وحو كاره بين أتكده يراد مركاس إلهي سبحانه وتعالى وحذر رجك قبطه إنه إلهي كرب استغفر سبحانه وتعالى سيد إلهي لغو برطي سبحانه وتعالى إلهي سيد لغو برطي وحيئه الدوميه سوى واناكسن إنو أهي ليو أعدادي سأيو كوبا علك أساق الله أحبك ما قادي كران إلهي سبحانه وتعالى كوبا إلهي داعدي سكبحين وأعداء إلهي سبحانه وتعالى أي أمرك ألا الديدين كوبا أياك أنا إلهي وحا لغو برطي إنو قربك هذا كبح مركز طوما صائب الشدائد وكربا أي ماذا أنا وما درني كلمة ده والإله معي سنقو أسقى مع هذا نقنا كن مع الله يكون معك إله سبحانه وتعالى وحنا قط لجير كيسة أسقى أسقى لجير هذا نقنا أسوي مرك هذا إله سبحانه وتعالى وحوك أمري أضون كذا يرى ضعيف كحير بلغ أمري ولا سوين على مسارين هدي واجب تاوحنا الأمري وح واجب كان الرأد موين ووحير أفر إلى بعض ساعة أو ساعة ضد بوحنا للسيء وحنا نقول فرض يالي شن وقت كليه هبين إيمالي شن وقت بس لبي تمام بلاد أي إلهي هل بلا صن أو مالك اللي سومي هبين كل إسكاف فرنام بنواجب يالي سبحانه وتعالى وح واجب أو إلهي نقول فرض يالي أو عرير كجر أما كل في إلى بعض كلا قبل ماله وحي إلهي وكرك أنا جسار سبحانه وتعالى وواحد دبعة أنا الله صعون كروه وح عصري وأنا قادي كري إلهي دوش أنا جسار سبحانه وتعالى
waxa yar marka ku dushaada la saaray waxa la rabaa inaad alle imaato marka hore oo ilaahay wuxuu kuu fardiyaa alle imaato kow dhinaca kalena waxyaalaha lagaa nahiyey inta ilaahay kuu baneeyey subxaana wa tacaala iyo inta lagaa nahiyey waxaa badan inta lagu baneeyey baa badan waxa lagaa reebay aada buu u kooban yahay dhowr shay baa lagaa reebay xan been zina khayaana riba way kooban yihiin waa la tirin karaa waxa kaa reeban meeqaa shay baa xalaal kuwa ilaahay xalaalay subxaana wa tacaala la soo koobi kar maa waxaa yaray ilaahay kaa xaaraam yeelay ku yiri ha u dhowaanina waa xuduuddii ilaahaye adaa lagugu imtixaanayaa inaad addoon hoggaansamo noqon doontay in kale ilaahay subxaana wa tacaala waxba kama leh beerna kamaa daaqin laakiinse adaa lagu imtixaanayaa waa lagu imtixaanayaa waxaa lagugu imtixaanayaa addoon ilaahay imtixaankiisa ka soo baxay inaad noqoto oo wanaagsan iyo inaad addoon xun noqoto waxaa yare ilaahay kaa xarimayna markaad iska ilaaliso waxaa yare ilaahay ku saarayna aad la imaato markaasaa waxaad rajo ka qabtaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu macaada noqdo bal aan soo qaadanno bacdulqisas ilaahay ka sheekeeyey subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay ka sheekeeyey qur-aankiisa qisatu nabiyllaahi yuunis calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam nabiyllaahi yuunis rusushii ilaahay buu ka mid ahaa subxaana wa tacaala qowm baa loo diray qowmkiisaa loo diray haddii la diray qowmkii buu kari waayey way dhaga adkaadeen dacwadii bay ka daaheen waa kari waayey hadduu kari baayey buu u carooday markii wax raacaba u waayey yuu carooday wuxuu yihi dadkan gaalada ah ee dhibkan kuu geysteen dacwada ilaahay la diidan iskagaba carar keliga iskaga tag in dacwada gaarsii la yidhaah way jirtay laakiin ka tag in la yidhaahdo amar may aheen amar lama siinay nabiga iskaga hijrow lama dhihin nabiyllaahi luut calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu qowmkiisii dhibaatada faraha badan ay u geysteen ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala waa loo waxyooda ka dhex bax baa la yidhi malaa'ig baa loo soo diray halaag halaag wadda yaa loo soo diray salaaddii intuun waaga baryin ka hor ka bax baa la yidhi qaryadan aa ku sugan tahay ka dhex bax amar buu ku baxay nabiyllaahi yuunis xoogaa isagoona ilaahay amray subxaana wa tacaala buu iska baxay qoomkiisa ka dhex baxay doon buu fuulay doonti markay badda bartankeeda maraysay ciirciirtay qalib bay ku sigabtay inay qallibanto oo doonta ay gadoonto dadkii baa tashaday waxaa la yihi warnamayahow doontan inaan ku wala dhammaano iyona in un intay biyaha ku dhaco xoogaanagana intaanada badana aan badbaadno keebaa fiican haddii unaan intaanada badanna badbaadno in yarnu ay naga dhacdo biyaha intaan wala qallimi lahayn saasaa ka fiican waxaa la yihi warnamayahow doonta waa in dad laga rido saan u wala badbaadno waa in dadka qaar annaga naga mid eh intaan wala halaagsami lahayn waa in dad in naga mid eh aan iska daadino weyn waxaa la yihi marka saan yeellaa waxaa la yihi aan qorituuran qorituur baa la sameeyey haddii qorituur la sameeyey nabiyllaahi yuunis iyo qorituur ku soo baxay mar labaad celi isaguu ku soo bixi mar saddexaad celi isaguu ku soo bixi ilaahay baa imtixaanaya subxaana wa tacaala saddexda jeer markay nabi qurcad usoo baxday baa tii la qaaday baa doontii laga tuuray badda bartankeedan uu marayaa mallaayi baa ilaahay usoo diray mallaayiga baa laqay bad mallaayi buu galay markuu badda mallaayigeeda galay meesha biyo bartankeed ay tahay waqtiga habeen uu yahay ayuu isxasuustay wuxuu xasuustay inuu addoon ahaa horta kow ebel buu u xasuusnaa sax laakiin xasuus labaad buu celiyey dib u celiyey kow in qoom loo diray meeshuu ku ilduufay inay ahayd qoomka isagoona ka dhex baxo ka tag la dhihin inuu ka tegay wuus xasuusta marka ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin ilaahay moog alla kale ma jiro ilaah waxaa nasihi nasahnaantaada xumaan oo dhan a ka nasahan tahay anna waxaan ka mid ah kuwa daalimiinta yaan ka mid ahay buu yihi inuu xoogaa dulmi sameeyey xoogaa adaabdarro sameeyey ayuu qirtay ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ka badbaadiyey dhibaatadii wuxuu ilaahay leeyahy fastajabnaa lahu wanajaynaahu min alqam wa kadalika nunji lmu'miniin waan ajiibnay nabiyllaahi yuunis markuu ilaahay baryey ilaahay usoo laabtay waan ajiibnay dhibaatada haysatana waan ka badbaadinay saas ayaan mu'miniintan u badbaadinaynaa buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala ma aha ambiyada keli ma aha qof kastoo mu'min ah saasaan u badbaadinaynaa fiiri hadda wuxuu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala falowlaa annahu kaana min almusabbixiin nabiyllaahi yuunis haddii marka hore uuna ahaan lahayn addoommaha ilaahay nasahaday
أضمها إلهي أتصبح سبحانه وتعالى أضمها الله كعب صدا هذون هان لهي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكون نجان لها ما الله يقول كيسي علوش يسا إلا قيامها لقر هل كاسو كجري لها لا كيسا سببته وحي إهد نيك نيوان أكسن بوها نين حمان لغا برطيمة إهد حقا إلدوف كايري عرضك كاين تيموغيه أضمك أضمان أكسن إلهي وحيدو إلهي أتصبح صدوها sababtaas ayada inuu ilaahay adoon fiican u ahaa ilaahay u tasbiixsado ayu ilaahay ku badbaadiyay subhanahu wa ta'ala nabi ilaahay yunus nabi ayub alayhi wa alihi salatu wa salaam anbiyaada ilaahay buu kamid ahaa ilaahay baa imtixaanay subhanahu wa ta'ala waxa lagu imtixaanay cudur marad baa ilaahay ku imtixaanay ilaa dadka ay ka kala tageen oo cudurka lagu nacay ilaa in badan dad xanuunsanaato oo xanuunkaada uu jiitaba daba dheeraado waa lagugu koon xaaskiisi keli baa ku soo hartay suu sida uu ahaa ayuu bari dam ilaahay bari subxaanahu watacaala fa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya adduru wa anta arxamu raaximiin nabi ayuub ilaahay buu u dhawaaqay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yidhi dhibaata i taabatay xanuun baa i degay dhibaato badan baan qabaa kow وأنت أرحم الراحمين أذير أنت نحرستها أذا أو نحرس بلا أنت نحرستها يا كمد هو يذا أبا كمد يا أبا الماء واحد هو يذا أبا كأنا نحرس بلا مجرى الدون لك يعني مجرى مجرو واحد دم عن كهلا يا مجرو إلهي بك أنا نحرس بلا هو يذا يا أبا هو يا أبا وحكسي نحرس بلا إلهي وأنت أرحم الراحمين أنت نحرس ذي له أذا أو نحرس بلا دعاء سوق الواقع مركا إلهي سبحانه وتعالى واجيبي وحو إلهي إلهي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وان أجيبني لبعتدي كسوكنا يدنا من قدر القاني إلهي سبحانه وتعالى حصاب أغرد لغي بيأ وحال أمره لكم إنه قدفته لكم حالي عربت هذا قدفه بيأ كاقصوا بيحي بيبا إلهي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقعف ماذا فيري هذا أنبياء فيري صلوات الله وسلامه عليه dibaato ku dhacday markay dibaato ku dhacday xagee aaday ilaahi bi aadin subhana wa taala haye hadaynan markii hore adoomagu wanaagsan ahan lahayn halkaan ma looga tagi laha inaad adoon fiican noqoto intaad nooshahay caadi tahay intay dibaato wali ku helin intaad caafimaad ka qabto adoon ilaahi ka cabsada inaad noqoto waxay badbaado u tahay maalinka dibaato kugu imaato dibaatadaas ayada si lagaga qaadi lahaa waxay u tahay sabab إن هذا إيجال عاف ما تقبل أدى داشو نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء أنبياء أبو هود بالرها وحياة لي فرع عيسى أنت الدم بأنبياء ذي فرع عيسى بيا هاي وحاسيك الدم بي أنت هذا بدن حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو آخر الرسل أها نبي إبراهيم فرع عيسى بوها إسماعيل بو قال نبي صلى الله عليه وسلم قابتر سلا نبي إبراهيم خليل الرحمن بلوي قانا خليل الرحمن الله الرحمن كي وصاحب كلا خليل نبي إبراهيم بقى إلهي انتحان سبحانه وتعالى مركو يري قوم بقى إلهي كسر الأحصار إلهي بقى إسكي إلهامي قوم قالي أهين دعوه أقو يري إنا إسلاما خاصة أهل كيسي أبيه يقوس كيسي إيه رميان إسكاد داي شرقوله وأوين بيقول لغاية هيروحي قارين ay dab ku shidaan nabiyallahi ay dhahan dab aan ku gubno ninkan wiilkan yar ee ilaahayashaana barna jijibi barna caayaya ee wixii awyaalkaana hore ku sugnayeen ka tagay wiilkan aan dab ku ridno halka ku gubto hawshiisa meesha ku dhamaato dab baa la shiday aad u weyn yaa la shiday qaar ilisiyar ku xasheegay 4 bari dabka in qoriyis la arurinaa 4 bari bil 15 bari يا قريس اللي أرونا قري أفرت بري اللي أرونا أنت اللي جنتلو ضبكي وحاله شيء مرك اللي جوره ذاي من جريق جدا لان عيالات بالاستعمال بيجرها مرك اللي جوره ذاي وحياة لي ضبك أسيه هول عكيبة كهرمان وكلفي مرك لان العيالات ديها أنت لوح حرب على وطور بيده ضبكي سال وطور يي إلهي سبحانه وتعالى مرك حارض إماتي إلهي بعد ضبكي الله حتى إلهي محلي رم بري نبي إبراهيم إله وحنا إجابة بعد ما ديهم بالي مركي حارض إماتي ضبك وإلهي الله عنده
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بالير ضبو وحان نقطة قبو ينبت قليا على ابراهيم نبي ابراهيم حضو نقطة قبو يبت بالا ونقط ضب ان واحد قبال هو اقان نجري ضب واحد قبال اقان نجري ضب بت بالا وهو نبع طبعا كو قارسينين نقال الى واحد مخلوق ضبك ايو واحد واحد دلور لان هو مخلوق مخلوقنا يا حكومة خالق بحكومة إلهي بضبك الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم ضبك ما كوجبت ماي حال الشجع حركي كحرنا دعوتك لوحر حري مركي جيت لو توري ضبك دعوتك قامي يزي لويز لوحر حري ضبك ووبوي حادي سنة بقومين بالي هذا حكومة تيست حكومة تيستي نك أضن صالح بوها inaad saalax noqoto wanaagsanaato aakhara intaan la gaarin adduun baa lagu badbaadaa adana wali aakhara gaarin ayuu ilaahay adduunka kugu badbaadin cibaadada aad la timid nabi ilaahay ibraahim calayhi wa calaamihi salaatu wasalaam qisadiisi oo kale ummadda nabi maxamed bay ka dhacay sallallahu alayhi wasalaam nin waxaa jiray taabici weyn ahaa zamanka nabi sallallahu alayhi wasalaam intuu nabinimo nolol ku soo gaaray laakiin nabi alla kulmay sallallahu alayhi wasalaam قول إذا هذا أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني عيد الله من عبد الله بالي رهذايه وهو هاني رأي من هذا هل كان يمن بوجوغي وقت النبي أودن صلى الله عليه وسلم وحنا بيشيغي صدن بينا لو ينصابح دوران قدر شي صنع من نمشيغن دوران نين صدق كم دولي أسود العنزي أو رأي من هذا صابح من نمشيغتي تضفرب بضم برمي مرك نين كاسغاه dad fara badan baa u qoray oo yiraahdo waa nabi ilaahay ninkan aydullaahigan asagu wuxuu ahaa nin nabi maxamed dacwiisi qaatay oo muslim oo mu'min buu ahaa bari dambu u yiri wuxuu yiraahday abu idriso rumeen aan nabi ilaahay inaan ahay ilaahay soo diray rumeen markaas yiri maya waxa jeegis ma dhageysanayo yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yaan rumeysanahay nabi nimid sana aatraafsan haybi waxaan qiri allah ma allah kan u jirin muhammad rasuulku ilahay u yahay adna nin iska hadlay in baad dhowr jeer baa arkin ku celceliyay kadib xii ninka hala qabto abu idris waa la qabtay dab baa loo shiday dabki baa lagu dhaxtooray dabki hadii lagu dhaxtooray asagoo socdo luganaayo ka dhaxbaxay dabki ma gubin hawa ka tiri waay dabki lagu dhaxriday من الجبن أصوا الورا عادي وسكسع وقنا حبه دبك سيكون تمت وهيكون تمت الضان كمرك اللقبتي كلي اسمه حسوسان نين وين أكسن بوانك أنت عن لقبان كهر ومصائب تنا يكون معني بو الضان وين أكسن أها إلهي كحر سبحانه وتعالى ورأحد كإلهي معي سن نقضه إنه إلهي معي سن قبل فيريا الضان كإلهي سبحانه وتعالى وحو كرب لي ما هذا أنتوا أدونك الجوع عافماتك وقب عادي ويا هاي markay masaa'ibi bashaa'id daa'id ku yimaada in ilaahay ma ciisna qof fiiri aswad al-ans dabki ma gubin umar bin khadab radiyallahu ta'ala anhu warda wuxuu leeyahay wax ma hadis kale allee dib ii dhiga cimrigeeyga illa an ummadda nabi maxamed ka arko nin lagu sameey ficilki lagu sameey khalilur rahman nabi ilaahay ibraahim soo dab lagu ma toorin asoo gubanayso ilaahay kama dhaxbixin ficilkaas oo kale ummadda nabi maxamed nin lagu sameey oo sidii nabi ilaahay ibraahim ilaahay uga badbaadi ilaahay uga badbaadi الله إلا أن كأرك عمري يدب ودقبها ما هاتس كلب إخواني وحاجري نين نبي وكشيكي صلى الله عليه وسلم نين كأساق وحاليه جري جريج ومدى نبي محمد ومدى كهر ريم وكمدها جريج حوها نين عابد نين إلهي عابدوها سبحانه وتعالى نين كأساق وحولهان جري saw maad email lagu cibaadeysto magaalada duuleedkeed oo qadhisneed meel magaalada ka yar baxsan korkeeda meel magaala korkeed yu saw maad ku lahaa meel ku cibaadeysto maalin maalmaha kamid ah nin habeen maalinkana sooman salaad iyo habeen maalin salaad aan ka bixinin buu ahaa caabidka la yaqaanay maalin maalmaha kamid baa soo salaad ku jiray sunna ya hooyadi u timid saytiri ya jiray war jiray baytiri jureejo salaad buu ku jiray markaas uu yiri allahumma salaati am ummi aw kuma qal ilaahi yawma salaadeeda aan iska wataa mas hooyadii baan waajibaa
xulumada leeyihiin xogaa ilduuf yaa meesha ka yarjiray bay dhaheen, cilmi yaraan iyo ilduuf mid bay ahayd. Waxaa yeelay hadduu waalidka kuu yeero, waalidkaadaa kuu yeeray, salaad baa ku jirtaa, salaaddan waa sunno, salaad waa laga bixi, sharci waa saa. Waxaa yeelay waalidka in la ajiibana waa waajib, ilahay nagu farad yeelay subxaana wa tacaala. Sunno in la tukadana shay iska tadawuc weeyaan, waajib iyo sunnaa isqabtay. Sunnada waa laga tagaa markuu waajib meesha imaado. Irtikaaf akhafi dararayn wa laba adadag da iska hor yimaadaan, midka fudud yaa la qaataa. Marka salaada inuu ka baxo hooyoy dhahe ahayd oo hooyadii u waajiibo, salaadu iska watay ba waxaa u soo baxa salaadu iska wato, salaadu iska watay. Maalinkii dambe aminka aminkiisii oo kale ima kale waxay ahayd ma ogiyi, iyo haddana kusoo noqotay isla salaad ku jiro. Saytiriyaa jureej war jureejo. Markaasuu yidhi ilaahu salaadeydaan iska wataa mise hooyadii baan jiibaa, waxaa u soo baxa salaadiisi inuu iska wato. Maalinkii saddexaad sidii oo kale markay saddex beri kusoo noqonayso salaad ku jira mar walba ay la kulmayso, markastoo ay la hadashana ilaahu salaadeysi iska sii wadanayo, yay tiri jureejow hadal yar bay tiri. Waxay tiri ilaahu jureej saddex mar baan u maaday wuu diiday hablaha sharmuutooyinka wejigooda ilaahu tus, hablaha sharmuutooyinkii asaga ilaahu wejigooda istus bay tiri. Ninka waa nin duur ku jiro, waa nin habeeni maalin aan salaad ka bixin, inuuba habeen ajnabi wejigeeda arkaaba wax weyn la-eh, inay is arkaan marka waa habaar weyn. Arrinta iyada ahayd ducada waalidka oo mustajaabe, hataa haddaa rabta cibaado ku jira ducada waalidka oo mustajaaba yaa maalin maalmaha ka mid baa islaan u timid, haweenkii duqdu ku habaartay ka mid islaan aan wanaagsanayn yaa u timid asoo meesha fadhiya. Say la hadashay war jureej bay tiri, muba fiirininba war jureejow maba meecsaninba. Markaas waxay tihi waxaa ballan igu ah inaan ku ceebeeyo, yaa ballan igu ah tiri jureejow, soo hadalkayga maa diidin, waxaa ballan igu ah inaan ku ceebeeyo. Waa islaan sharmuutaa u maata, ninka waa imtixaan. Waalidkii hadalkiisii baa socda, soo hooyadii may dhihin hablooyinka sharmuutooyinka ilaah wejigiisa tus, tii baa socota. Islaantii sidii bay ku tiri way tagtay. Nin qowsaaro waxaa jira meeshaas jureej uga dhisan yahay sawmacadda ee ilaahay uu ku cibaadeys meel agtiisa ari ku raaco, ari kusoo xareeyaa jira qowsaaro ari raac. Ninka isaga habay islaantii isku dhiibtay, uur bay qaaday. Hadday uur qaaday ilmihii baa dhashay, ehelkeed baa u yimaadeen, ilmaha xagee ka keentay baa layidhi, cunugan xageed ka keentay? Saa waxay tiri kaliya caabidka caabidka aad ku haysaa ee jureej la leeyahay yaa ilmaha iga dhalay bay tiri. Ilen ballan bay ku qaaday moogtahay. Waxay tiri waxaa ballan igu ah inaan ku ceebeeyo dharka kaariga, ballan igu ah soomaydhi arrintu bay rabtaa in ka dhabayso. Waxay tiri kan aad caabid caabidka leedihiin ee jureej la leeyahay kan baa ilmahan dhalay tiri. Qolihii gabadha dhaleen way soo baxeen. Ninkii meesha yaraa ilaahay ku caabudayay yaa la imaaday, waa la jijibiyey, waa la riiqay, eber baa laga dhigay. Asagoo la wadwado la liicinaya la soo keeyaa la soo qaaday meeshii gabadhii ay joogtay ee ehelkii isugu imaaday inay joogeen baa la keenay. Waxaa la yidhi waryaa soo wiilkan ilmahan adi maa dhalin, ilmahe wey waa ilmahan maya ma dhalin, islaanti waa beenaal isaga ka dhalin. Wuxuu yidhi waxyar ii kaadii, waxyar isii daayi ii kaadii, ma cararaayi waxyar ii kaadii. Wuu weyse qaatay laba rakacood sunuu tukaday. Markuu labada rakacood tukada kadib yuu soo noqday ilmihii yaraa buu la hadlay. Waa ilmo dhowr cawa dhalan, dhowr cawa afartanka hataa aan ka bixin cunug. Wuxuu yidhi yaa qulaa war ilmahaaganow man abuuk, aabbaha kee wey? Wax caqli ka baxsan soo maha, ilmo yaroo shalay dhashay ama haween hore dhashay ama caweynkan dhashay oo sanadii bilo aan tirsanin in su-aal la weydiiyo ninka nin ilaahay ku kalsoon buu ah. Waxaan qabsaday waa imtixaan, imtixaankan yaa ka bixin kara? Allah baa ka bixin kara subxaana wa tacaala. Nin ilaahay isku hadlaysan buu ah ninku, ma aheen nin markii la qabtay keli uun gacmo been kor u taagay, ma aheen. Wuxuu yidhi man abuuk, cunugii baa hadlay marka, ilaahay baa ka hadashay subxaana wa tacaala. Wuxuu yidhi abi raaci lganam, aabbahay waa ninka ariga raacay qowsaarka buu yidhi. Ma waxaasaa la filayay? Waa may. Marka ayada aheyd bay yidhaahdeen ninkii bay ka kor dhaceen
والولي إلهي وي وأنا أوقفني قري عن كاجي جبني قري حنا بوش بو هاي كل ذهب أنا قري سينا بده كل ذهب هذا نقرا له مرقاتي كلام يا الرب يا مرق فوري المهم بو إلهي كاجي سبحانه وتعالى أضون كان أضون وأنا أكسم بو ها مركي دباتة انتحان كوي مديا بدبادي الله بدبادي سبحانه وتعالى إذن إلهي معي سداد نقطه أدون كانوا والآخر أنت على الجار أدون كان باب إلهي بدك بدبادي سبحانه وتعالى حداد خائن نقطه أوحي إلهي سبحانه وتعالى قدر أد خيانته كبحه أو إلهي سبحانه وتعالى ودادي سكتوسي وإذنا حرك حرك كو قبر ماي حرك حرك كو قبر ماي نكي جريج أها إلهي ساس أوغو نسري سبحانه وتعالى حقا عقابنا وي هذا هو يدي يا لغا سو غاري مركا دمانا مكو دباطة لا كلمين إلهي بدبادي سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله وسلم عليه يا كفار قريش قريش اسكو هري ريسي مركو ربي نبي هجرين أصبح صلى الله عليه وسلم قودوم اسبي قصمي محيرة هذين كان محمد لليه ويتشهدين ورهي قريش ميقا قبل وي وانتها سو قبل قالوا والبا انتها سوي لها لغا سو سارو ninkan halad dilasidii sab saaran reebani ree haashim hadow haday soo kacaan quraash inta soo nilo isku jirtaa dish ree quraash dalba ninka dileen dhigiisi u raacanayaan waa male wiilkan saaha ku dhunta dhigiisan saaha ku dhumo guriga baa la hareereeyay nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahi ba subhanahu wa ta'ala miciise nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa lagu duulayaa kaliigi garab kala ma haysto aan ilaahi ka aheen iyo saaxibkii Abu Bakar waa labada kali waxa ku duuleys waa magaalada dhameed u degnaa Nabi sallallahu alayhi wasallam waraxad ku Ilaahay la soo subhana wa ta'ala meel ma waayo Nabi sallallahu alayhi wasallam waa soo hurdu ka soo toosay Ilaahay baa hurdu ku wal riday igan may ba arkay muus ka soo baxay Nabi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar buu maaday way soo raaceen waxay galeen god god bay galeen buur god ku yaalay galeen waru saw buurta sawl yara god ku yaalay ayay galeen gaaladi saad duwaa bariyay ama damadii la toosay waxaan ugu dhacay ninkii aw guriga ka fiirma joogo maxamed nabi waxa baxay markaas waxa haliye ninkii maxamed keeno asagoo madaxiisi wado ama bidaantiisi wado wuxuu leeyahay 100 geel ninkii Abu Bakar keenan wuxuu leeyahay 100 geel labada 100 baan ninkii labadooda keenan loo balan qaaday haddii sidii dhacnay wal wuxuu ka faa'iideys markaa janiska 100 geel oo maalinka aad heshay waa galin ku taajir نو الب أرض أو بكر بامك النبي الله صلى الله عليه وسلم وحين بقى الله وحين مرة عن جدك أي نبي أو بكر كجيران كركي سيساء أمر مرة أو بكر بقى وحين بقى الله أحد كود هضوف في لي لبده الجمد ماشي لبي يسق جمد كواي أحد قال هذا كم إذا هذا نايا لبده الجمد ولا لبده الوض ماشي كواي إذا ساق في ريا وين أرك العيب وين أرك يا نبي أجاب صلى الله عليه وسلم وحين أبو بكر ما ظنك بثنين محاط أمة لين لا بقف ثالثهم الله أحد كسدحين الله أوجي سبحانه وتعالى ما لا بقف وإله يسدح كوي هاي بعلاقة رين لقلم رين أيوب أمد إله جه سبحانه وتعالى في سورة التوبة ثاني الثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هم رجون إله بنا للشري وحي مال مرا وحي أردان إن هذا بإله سبحانه وتعالى نبي محمد كلي يبو كرح بحي وحا عرقتا عيدا لوض كلي يبو انتو كرح بحي إلى مدينة السعودية نبي صلى الله عليه وسلم أرنتاس أليه حقيقي واجوا نصري قلنا نوملا يقرقارك يعني كيبا ظالمين نقلنا ما كان ظالمين نقلنا ووحي إلهي نودر كنقابلنا يو إلهي فرح نقا قال سبحانه وتعالى ظالمك ظالمك للغوس اللذا ظالمك للمضح لو قرده ظالم كلا إلهي كوس الذي كأبود وي أرفع ذيو إما أضمه ونكس إلهي سبحانه وتعالى لبعض ما تصدق لبعض ما تن إلهي بأجر جار سبحانه وتعالى نعم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو يدي يا عاد أمور قوت نبي موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وحور ذا الشيء وقتي ونك اللي دي جرى فرعون المرهب بني إسرائيل ونأركي كرين إسلام تقولك بلا لاطرين مقاوي مقاي مرسابة لدي عنو قد داشا
هدو جواري فرع لقى قاضي هدو ويلي أنا صاع ومرة أنا ساعات كل كله جون ساسو هنجري أيه صاع أي تاعي وحلاش شيء جاي وحاليري فرعونو نينك أذي كدلي لها يا صارت كان دار الربا مركز دم سحروا لها فرب هذا مركز دم حالي نينك كدلي لها حرور الشيء حرور الشيء بنك كدلي هذه إلهي سبحانه وتعالى هو يدي مركي مرقد درن أي درنتي يا إلهي وحي سبحانه وتعالى وحل يري وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ويل كان تاد وعبسطه مركات سكن وجزء مركات عبسطه حقا إلا واركا كيابته ويل كقاد إيه أنت صندوق أدقريسه وبيه كتور بالي بده كده حطور بده بيه كده حطور أمرك إلهي بيه سبحانه وتعالى بده لو كتور أي ويل كان وحي أطهاي بده بدأ يأطه بده سو سو ودي قصر جراب فرعون هي قالوا فرعون مال قدوة كوسا طورتي مال حبة هدي حبتي كوسا طورتي ويلكي صندوق كجيري قالوا فرعون بسوق قاضي هدي صندوق سالي يرها ويل يربا وينا يرى وقذن باكو نحجرة قولي فرعون با إله سبحانه وتعالى كبر باري نبي الله موسى وننكر هذين أي ويل وليش ننكر هذين أي ويل إلهي بصاب أغري سبحانه وتعالى guri giisa iyo ku barbaare waan ka dili laha feeri li waal mayr ilaahay soo ogna sirnaa feeri qalbiga dhalimka ilaahay baa dabagadi subhanahu wa ta'ala nabi muusa intuu ku barbaare waan ka sabab u noqon doon fir'aawn nuu halagsamo intuu ku barbaare guri fir'aawn ku barbaare waan ka intaas oo wiil dilay sabab yaa ninka la sheegay kugu soo bixin ka hortag waxan qalbiga ilaahay baa wata subhanahu wa ta'ala kan ku dili lahaaba إلهي سبحانه وتعالى صوب كاغر يود كرن أضمها قلبي قول نبي محمد صلى الله عليه وسلم قلب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن أضمها قلبي قول وحو كجرا لبا فراض أو فراه الرحمن الله الرحمن فريسة كم إذا أيو كجرا يقلبها كيف يشاء سأل صور ربو قدد ننك هنا أقصنا واك ويلك أساق كرني ويلك سيد بأكري كو نبي الله موسى قولي فرعون هو البارع إلهنا كبد بادي سبحانه وتعالى نبي موسى مرك إلهي سبحانه وتعالى توي نادي إلهي صادري رسول النقضي وحو طارق صوى مرابا وفرعون يقولي سير كهر إمادي مركو حجوي فرب بضان تصي ويدهن حجينا تص وحجينا لا تصي أولي رمالي أبنان اسكوب مانا ومغالي دران إماتي يا وح إلهي قدي ووح إلهي قدي يا أضي وكيد ذي يري وحن آكل تن حجمها وصاحر كي نوينا سحر وكان يمرك دهنا إلهي رميان دهنا وحن سحر ما وحن وأمر إلهي حق سكان صعد يرى هذين يا وح إلهي قدي ووح إلهي قدي يوحجري وصاحر كي نوينا السحر كذا بريبي مركز أيك جوز عقاب أول جوز تقوى سحر لها وهذا خيان تن بير تبني إسرائيل النبي الله موسى ماشي إنه وحف يعني أجوج ما يأركين، هذا يعني إنه دمينين بيأركين، سيبحين، وقال لك بح. فرعون يقوم كيسان ويسرع، فرعون وجنود دي سي وطه، يا كسر طب بح. مركي بدي هلكن تاعي، وبدي تن أيت، لما أنا مريكر بيه واقون، يعيدن فرعون أنت كسر بح. إذن كفرعون يجنود دي سي وحو أبود لها وانك إلهي نما شاكتي وحي أبود أولا هاي بقرتويو واقوان بدي إبيهن واقوان هل كا مركا يتاهي يا ولولي يمد مركا أصحاب موسى با ير ولولي وحي دهين نبي موسى إنا لمدركون وينسو قارين منك واقوان وينسو حلالي بيهن بدن واطوا مالا كوسي سعوني نمالا كو إلهي بس سبحانه وتعالى مرك قلبي يسوع الصوي وحجيري إن معي ربي سيهدين وحاء إلى الصعدة إن معي ربي سيهدين وحاء إلى الصعدة ربي جي أسرعني إهانوني وحبها عبسني ولو الكيس كداي إلهي بنا للصعدة فرعون وكليجي أسرع وحرب صوكة استلاك أنا إلهي بنا للصعدة إلهي بوحوه يود النبي الله موسى وحالي بدأ أشوق الوفاء بيها أشوق الوفاء بيه أشوق الوفطي سيلببور هالنقطة لببور
wadaa meesha ka soo baxday biyihii ba ilaahay istaajiyey subxaana wa tacaala makhluuq la wata waa biyuhu biyo see loo istaajiyey xala yaaba qarib inay kula noqoto laakiin ilaahay baa amro istaajiyey waday noqotay wadadii markaa nabiyullaahi muuse saasuu ku badbaaday badda oga baxay fircawn markuu yidhi badda soo qaad meeshii ay mareen muuse iyo asxaabtiisa ay mareen asigii junuuddiisii baddi markay soo wada galeen kii u dambeeyey kii u horreeyen uu ka bixin baa labada buurood isku dhuftay biyaha ahaa ilahay baa istaajiyey subxaana wa tacaala halkii uu ilahay ku halaaga subxaana wa tacaala qisada waxay dheereed fircawn iyo nabiyullaahi muuse ay la soo mareen odaygii fircawnaha waxay u dambeysay inay asagii boqortooyadiisa dhammaa ay u wato dhanbo ilahay biyo ku halaagay subxaana wa tacaala nabi muusena waa badbaaday sababtu maxay ahayd kuwan addoommo ilaahay bay ahaayeen dad waa wanaagsan bay ahaayeen waxay u dhimanayeen iimaan buu ahaa ilaahay dartii kanna daalim jaa'ir buu ahaa kuwan ilaahay baa garabkooda ahaa kanna ku ilaahay ka soo horjeeda u ahaa iyo diintiisa la dagaalamayo wuxuu ilaahay watan baa waxday waxay ahayd kelimadii kun maca allaahi yakun macaka adi ilaahay miciisa noqo la jirkiisa noqo asaa macada noqona waxaa wax lala yaaba bal laba eray isku fiiri nabiyullaahi muusa markii lagu ridaayey badda hooyadii ku rideysay intee buu leeka ilmo mujuluq oho habeen hore ama laba cawun dhalan buu ahaa markii badda lagu ridaayey biyihii ma laqeen maya fircawn markii badda lagu halaagayay see buu ahaa nin boqortooyadiisii iyo wuxuu awood lahaayo dhan isku keenay buu ahaa fircawn wuxuu awood lahaayo dhan isku keen baddii baa lagu qirqiyey nabiyullaahi muusena soo radiic oo adaaba hadda farsamo yar keenan kartaa yar dabaalan kartaay hataa dabaal aan garanayno saduuq ku dhex jiro iyo baddii liqi weyday maxaa yeelay kanna ilaahay baa wataa kanna ilaahay ma wata subxaana wa tacaala nacam waqtigaa yaa koobane waxaan ku soo gaban laba eray waxaa jirtay nin taabici la yidhaha wahab bin munabih raximahullah qisi uu ka sheekeeyey bay ahayd islaam baa jiri jirtay qof wanaagsan waa un qof wanaagsan horta adiga ama jiis ahow ama ballaa ahow ama qurux badnow ama afrikaan ahow waxa rabta ahowe ilaahay magacaadana ma fiirinayo badankaadana ma fiirinayo xadiis nabi ahaa sal allahu alayi wasalam ilaahay ma fiiriyo suuradaa u taalliin noocaa u taalliin dharkiinina ma fiiriyo ee wuxuu fiiriyaa camalkiinii qalbigiinu ilaahay fiiriyaa ilaahay waa qalbi daalic baa la yidhi soomaali waxay tahay ilaahay baa qalbi daalic waa run ilaahay baa qalbi daalic wallahu caliimun bidaati suduur ilaahay baa waxay qalbiga saaxibka ku jiro ilaahay baa garan subxaana wa tacaala markaa meesha aadamaha laga xukumo waa un qalbi iyo cibaado muxuu la imaado wey qurux iyo sidan buu u yaallaa inehba la weeye laan dheer weeyey iyo waxaan aadamaha agtiisa wax ay madmoodaan qasid ma leh islaanta marka islaan habar bay cajuuse cajuuse waxaa la yahay islaanta waayeelka cajuuse anaka waan isku caynaa cay ma aha qof markuu waayeel gaaro soo waayeel ma dhahno cajuuski waan waayeel cajuus waxaa laga keenay milcajzi baa laga keenaye waa qof eegan yar tabar dhigay oo da-dii hore intuu xoog lahaa kadib xoogaa yar tabar yareeyey baa cajis cajuus la yidhahdaa marka habar marka saas oo kale yaa jirtay waxay lahayd buul yar iyo meel ku lahayd islaanta habar ha iska ahaatee habar baas ma ahayn islaan wanaagsan bay islaanta habar wanaagsan bay ahayd habar wanaagsan oo ilaahay adeecsan oo ilaahay taqaanay ahayd ilaahayna ku xiran subxaana wa tacaala ilaahayna ku kalsoon oo isku og bay ahayd yaqiin baana qalbigeeda ku jirtay islaantii meel buul agteeda ah yaa nin boqor baa jiray oo meesha iyada ay joogto boqor ka ahaa oo haystay nin melig oo jaa'ir buu ahaa meeshii buulkeeda agteeda wuxuu ka dhistay qasri weyn buu ka dhistay guri weyn oo qasri ayuu ka dhisay dee waxaan waa dhoobe laisku hagaajiyey beri bay baabi'i ma ilaahay baa waxaan fiirin subxaana wa tacaala ma guri aa dhistay buu ilaahay fiirin subxaana wa tacaala guriga intaa la eeg ninkan u dhisay muraayadda ee laisku fiirin ee sida kasta u qurax badan buulkaa yar baa ka khayr badan ee duqdan habeenka ay ku tukatay ilaahay ku barin kaas ka khayr badan wuxuu sheegay qasri waxaan waa dhoobe ma qasid buu leeyahy samubaaqi ahaan ama adaa ka tiga ama asaga beri dudumi nuxurka waa wixii ilaahay subxaana wa tacaala u watan baa wax ah iimaan baa wax tari duqdi marka ninkii boqorkaa maalin maalmaha ka mid uu soo baxay
wuxuu yiri bal qasrigan qasrigaada bal dhinacyihiisa istaag oo saa u firfiiri asagoo la yaaban gurigii quruxdiisiisa u yaallay ku faraxsan yuu meel gurigii duleedkiisa agtiisa wuxuu ku arkay buul yar markaasi waxaan muxuu ahaa waxaan waa buul buulkan yaa iska leh islaam baa iska leh habarta waa cajuusa iska leh waa yeesho baa meeshan degan wuxuu yiri gurigan wuxuu fool xumeynayaa gurigeygan dheer buu fool xumeynayaa gurigan quruxdiisa aada uma soo baxaysa buulka xun baa ku agdhisan waxaan intaa qaadin meesha ka qaada waxaan ciidankiisu ku dira buulkii wixii ku jiro dhan baa la qaaday saa duur lagu sayra xagga kale lagu sayra duqdu way maqan tahay duurkeedaasi iska soo ayo calaf doonanaytay soo duurkaasi iska aaday hadday imaatay buulkii oo la dudumiyey oo ebere imaatay say tiri warsan yaa yeel gurigeygi markaasay tiri ninkan boqorka ah ayaa saa yeelay oo muxuu u dumiyey gurigeygi muxuu ka rabay wuxuu ka rabay wuxuu yidhi buulka xun ee meesha ku dhisan gurigan buu iga fool xumeen guriga ma soo baxayo gacmay kor u taagta waxay tiri ilaahayow ani waan maqnaa buulkii igiseen layeela ma joogire adi xaggee jirta ani waxaaban ahaa adoon oo markaa meel ka tago meesha aan ka soo tego waxba kama ogu wixii ka dhaco gadaashay ka dhaco kow ee adi xaggee jirta igi buulkiisiin layeela soo alla caadil oo jooga ma ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala malag buu u waxyoodaa la yidhi ninkii boqorka ahaa yaa wuxuu ku yidhi yaa malag malag baa ilaahay usoo diray waxaa la yihi gurigan dhan intaad qaado oo kor u qaado asoo dhan dakum daakum ka dhig gurigii iyo ehelkii ku jiray iyo wixii ku jiro dhan baa ilaahay halaaga subxaanahu wa tacaala bal ducada sii durbaa loo ajiibaya fiiri islaanta dhibka loo geystay ilaahay ma oga aaray mase ogama aarin ninkii dhibaatada u geystay isagii ehelkiisa iyo gurigiisaba ilaahay ma oga aaray mase ogama aarin ilaahay waa oga aaray subxaanahu wa tacaala markuu ilaahay oga aaray addoonka addoon ilaahay ku xiran ogow iskama aarin aaritaanka iskama imaanin meeqaa daalim la sijibinayaa dadka hadda zamanka aan joogno waxaad arki daalim intaasoo jeer un gacmaha kor u taagana madluub qof la dulmiyey oo waxaad arki gacmaha kor u taagana waxbaan laga ajiibayn maxaa asagaa khaldan markii la qabtay inbuu cabaad la kacay un gacmo been buu taagayaa oo ilaahay egor ku xirinayn subxaanahu wa tacaala waxaan ku soo goobi nabi sal allahu alayh wasalam wiil ee ilmaadeer ahaayeen oo yarbuu maalin la hadlay sal allahu alayh wasalam cabdullaahi ibni cabaas adeerkii cabaas ibn cabdilmudalib ayaa dhalay wuxuu ahaa maalin buu nabi sallallahu alayh wasalam wuxuu la saarnaa gaadiid gaadiid buu la saarnaa oo gaadiidka nabi uu saarnaa sallallahu alayh wasalam buu gadaashiisa yuu saaray wiil yar buu ahaa wuxuu yidhi yaa qulaam wiilkaanow innii ucallimuka kalimaat waxaan ku bari bu kelimooyin weerooyin ereyaan ku bari ereyadaas ayay ka qabso waa erayo aada u qiimo badan ereyadu maalinka wiilka u dardaarmay nabi sallallahu alayh wasalam innagana waa inoo dardaarmay maxaa yeelay waxay culimmadu yidhaahdaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi saba waxaa la fiirinayo waa ereyga caamnimadiisa ma ogiye sababka uu ku soo arooray markuu ereygan imaanayo uu ku soo arooray khaasnimadiisii goon ahaantiisa lama fiirinayo ereygan baa la fiirin caamnimadiisa kelimooyinka ereyga uu nabi sal alay slam u sheegay saxaabiga annagan maanta waa noo sheegaya nabi sal alay slam wuxuu nabigu yidhi inii ucallimu kelimaat kelimooyin baan ku bari ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi waa wiil yar baan ku yidhi oo qayn gaarin weli wuxuu nabi sal alay slam u dardaarmayo ilaahay xifdi asagaa ku xifdin ilaahay xifdi maxaa laga wadaa ma ilahay maan ilaalin karnaa subxaanahu wa tacaala maya saa lagama wado waxaa laga wadaa war ilaahay wuxuu kuu diray ka adkow wax buu ilaahay ku amray wuxuu ilaahay ku amray li imow wuxuu kaa reebana ka dheerow aadaab ka fiican in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amrayna aad li imaato wuxuu kaan ahayn ka dheerato malo kow ixfad illaha yaxfadka ilaahay xifdi asagaa ku xifdini waa weerada koowaad midda labaad wuxuu yidhahay ixfad illaaha tajidhu tujaahka ilaahay xifdi waxaad ka heli hortaade mar walba ood u baahanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ma rabta ilahay inuu kuu gargaar ahaa hortaadana ka hesh ma rabta ahaa haddaad rabto ilaahay xifdi oo acmaashiisa ilahay subxana wataala wuxuu ku amrayna la imow wuxuu kaa nahayna ka dheero wuxuu yidhaahday bacd riwaayaat waxay ku dareen tacaraf ila allaahi fi raqaa yacrifka fi shidda
إلهي سبحانه وتعالى وقتها برواقده كسو وانتهي أقونسو برواقده وقتها كسو وانتهي وقت ما متقان ووقتها الله عدد وين أدوسي باها انت أنجري مروال بأدمه باهين صح لكن أسموذي سنظير في عنده مثلا عاف ما تقبتها دلين يراتها مالك ما هستو واحد يبقى هستمرك أيضا ماله وقتها عاف ما تقبته ووقتها برواقه سنت وقتها دلين يراتها برواقه كجرت ما وجد هذا وين تذكر حانو سنبا قران مكا عاف ما تقبته قيميس وحاق قراني تذكر حانو سنبا قران نبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء وقتها برواقه كسو وانتها العافمات قبط لأن يراها آتها أنت النورش هاي قريب أي إيمان إلهي قرا يعرفك في الشدة مركي دباتك وماتك وقرن مالك دباتك وماته مررت إلهي نوكو بدبالي سبحانه وتعالى ها وقتي برواقه لا كسو وانتها إلهي هاي المامي هذا مركي اسكي جوكت انت تقف فري اسكي سوقاته إنا فري تاي أو واحد لغا رباب إيني جيري أو اسكي قد نقطون كما ناس مالك دباتك ونقطة إذان كريم حوتري قعما بينا إذان أو حبك جيري محوتري هذا ربط مالك إذا بعطوك قط ما ضي إلهي وكوجر جاره مركات عاف ما تقبط إلهي سبحانه وتعالى ضعيس اللي مو حديث باب حوها نبي صلى الله عليه وسلم حجر هذه من سره أن يستجيب الله عند الشدائد قف كي فرح قلنا يسوع إلهي لو أجيبه مرك إذا بعطوك قط ما ضع قف كي فرح قلنا يسوع أنت هنا عن كهر فليكثر الدعاء في الرخاء هبض الدعاء له وقته عاف ما تكسوه وقته في عينه وقته برواقه كسوه إلهي سبحانه وتعالى نوكو أجيب مربتها مركا إباتك وماتها وان ربا دعاء إلا أقبل مربتها والوقت يا برواقه كسو وانتها إلهي سبحانه وتعالى كعبصه وأضوم في عنق كو وحيري إذا سألت فاسأل الله عبد الله يو هداد واحد سؤال ليس إلهي واحد سؤاله وحي يالي إلهي سبحانه وتعالى حنبي سكويري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة داعي إذا دعان نبي محمد هدي أدومه إكاويديان وحاطر هذا وحاط أشياء أنا نوى هاي أدونك إبريان بريدي سوان أجيباب إلهي سبحانه وتعالى أدونك مخلص كي مؤمن كي إبريو بريدي سوان أجيباب مركا وحنا بي إذا سألت فسأل الله عبد الله هو هذا واحد سؤال ليس أحد إلهي سؤاله ويستعنت فاستعين بالله هذا أحد قال مي سنة سنة إلهي قال مي سبحانه وتعالى وحد أغاته ومضى هذا يكون كورانته ومضى لن وحد لك الجوغو إن الشيء كو أنفعان شيء إلهي سبحانه وتعالى ونكو قرن يعني كو أنفعان يأكل من كما سين كران إلا شيء إلهي كو قرن موجي وإلهي كو قرن بكو كين كران هذا أكل من أمد دورنا إن إلهي سبحانه وتعالى وحان وكو قرن أي كسيانا كما سين كران ونبي شيء صلى الله عليه وسلم رفعت الأغلاء وجفت الصحف ورقده قدر كلو قري وعلى قري يالي قلن كلو قري وعلى قري يالي هرطه ورقده لو قرن وابق الله النبي صلى الله عليه وسلم waxaan ku soo koobi qisa yar qisadanay nin tabiiciinta kamid ay ka dhacday waxyaalaha yaqiin ziyadeen ay kamid tahay nin waxa jira liira xasan ibn al-hasan al-basri nin qiimo badan buu ahaa aabide ninkana asaga wuxuu joogay caalimna ahaa zabankii nimankii reer bani umayya ee xukunka haysteen nin waxa jira marka liira xajaaj ibn yusuf thaqafi oo aad u dhibanaa in badan laga yaabo inaad maqashayn dhibaatooyinka u geysan jiray dad saxaaba far badan buu leeyahay عبد الله بن زبير لينك الدليوي أسماء متابعه قبل هذا الشيء زبير بن عوام مودا لينك الدليوي طف ربنا سعيد بن الجبير لينك الدليوي وها طف ربنا التابعين صحابة سكوجروا لينكو نادي آد أطر طرتي ليك عب وها لينك عصي وقت جسود جوجي حسن أبي حسن البصري نيم حوا أريج الصحراء كل يحنين كلمة دا شرعي أنا لعب سنين بو هنجر مالي بو آد أخذ بي waxyaal fara badan oo dawladdan ay sameeyneyso oo khald uu ka hadlo hadduu arimay ka hadlo waliba aad u taabta muluugti raga boqorada xajaaj uu kamid yahay uu taabta waliba ya xajaaj aroodi aad u aroodi aad buu aroodi dadkii buu soo dhax jiray wuxuu yiri war halaakaani ugu dhacay fulayaal yahow ma adoon adoomadiini kamid dadkii inika aad xoreyseen reer basro طبق إنك آل حريصين أدومدين أدون كمدة بيا أنتو نسود حستاو وحورا بس كشيء مركز شو بس كتير مياه فليال باتين بير حسن مياه حسن البصري مركي ديب لور راع طبق اللي حريب وكمدة ها وصح هالكاس وكفيرنا يا مرك بعير أدون أدومدين كمدة آل حريصين
miyaa intuu dhexdiina soo istaago wuxuu rabaa iskaga hadlay, markaasaynan ficilba ka qaadaynin oo ka daqarin miya. Waxaan ku dhiga feeriyu yiri, dhiiggiisa haddaan waraabin waaba arki doontaan. Masalla yuu meel soo dhiga, wuxuu yidhi masallahan meeshan dhiga, seeftana ii keena, asagana la soo qabto yiri. Waa amaama almala, asaga orda soo qabta. Wuxuu u diray boolis iyo ciidan ba u diray. Masallihii lagu dhiiggiisi loo dhigi lahaana intoo kale u dhigay, seeftana waa soo qaatay. Si loo soo waday yaa xasan meel xasan albasri baa la keenay. Markii la keenay xajaaj maxaa laga filayay? Ninka la yaqaano wey, nin naxama ah, nin dadka cabsadan ma ahan jirin. Awood uu ninkan ku dilan wuu qabaayo waabka doonta, waxaa askarta baaba dhinacyaha wadaaba. Ninkii waa isbedelay, ninkii la lahaa ninka wuu dilibo, waa isbedelay ninkii. Qalbigiisa waa Ilaahay bedelay subxaana wa tacaala. Eeguu ninka arkay wuxuu yidhi, yaa abaa Saciid, soo dhawow, marxaban yaa abaa Saciid. Abaa Saciidow soo dhawow, inta soo fariis meel agtiisa, xagguba uga durqayba. Arrinta baa lala yaaba. Wuxuu gudagalay sheekhu inuu isku jilcinayo, garka u sasalaaxayo, cadar ii keena waraa sheekhaan u mariyo, cadar buu u marmarinba. Oo maxaa la sugayay? Ninka dhiig yacbku ha wuu dhaaranaya, ninkin u dilaal raba yaa la sugaya soo ma? Lama rabin laakiin waa la sugaya, waa la naxsanaa. Arrinta baa lala yaaba. Wuxuu yidhi, waxaad tahay anta sayidu lculamaa iyo aba Saciid. Aba Saciidow culammada sayidkoodii baa tahay. Arrinta baa lala yaaba marka. Intuu ammaanay oo ammaan ka buuxiyey oo cadar u mariyey, iyo wuxuu gudagalay weliba inuu sharci wax ka weydinayo. Arrintaa bal masalada iga waran, sharci masalada muxuu ka qabaa? Yuu weydin. Markii laga baxay oo meesha ayada laga baxay, sidii baa ku dhammaatay qisadii. Sheekhii lama diline yaa ninkii raggii soo qabta ka mid ahaa, raggii booliista ee xajaajna ka mid ahaa, ilaalinayay. Yaa xasan su-aal weydiiyey, wuxuu yidhi, xasan Bisriyow, xajaaj wuxuu kugu sameeyey, wuxuu kuu soo qabtay, isku mid ma ahayn inuu ku dilu rabo? Marka hore dil baa lagu soo qabtay, marka dambena xaalku wuu isbedelay, maxaa dhacay? Ninka hadda markuu soo qabanaya seef buu haystay, masallaha la gogolan waa arkaysay, seeftan meesha way taallay. Maxaa dhacay? Waa midda kale markaan ku soo wadaya meeshan dhow soo maraysay, bishimaha dhadhaqaajisay, waxaa sheegaysay muxuu ahaa buu dhahay. Wuxuu yidhi, waxaan eray buu yidhi, allahuma yaa waliya nicmati wa malaadii cinda qurbati ij'al niqmatahu salaaman bardan wa salaaman calaya kamaa jacalta annaar bardan wa salaaman calaa ibraahim. Wuxuu yidhi, ilaahayow allihii nicmadayda allaha weliga ka ah mulkiyo, markaan qurbada igu dhacdo kaan magan galo, waxaad ka yeeshaa ninkan dhibaatooyinkiisii wuxuu ila doonayo, waxaad ka yeeshaa bardan iyo salaam, qabow iyo nabadgelyo ilaahu iga yeel, sida aada nabiyilaahi ibraahim dabkaad uga yeesheen qabow iyo nabadgelyo aad uga yeesheen, ilaahu iga yeel. Saasaan eribi qalbigii durbaalisu ilaahay uga difiiri. Markii luu leeyahay qalbu cibaad bayna asbucayn min asaabic raxmaan, waa saas oo kale. Ikhwaanii, kelimada mithaaladeeda lagama baxayo, aada bayna u dheer tahay, waqtigaa gaabane. Waxaan ku soo gabagabeynay war addoon yahow, dhibaatadu way fara badan tahay. Adduunkaaba laga bixi karin aakhira idoo la gaarin. Haddaad rabto inuu ilaahay macaadan noqdo, markay dhibaato kugu imaato mid aakhiri mid adduunyaba, tan aakhira kasii darana inaad badbaado, haddaad rabto wuxuu ilaahay kuu diray garmari. Khayaano iska ilaali. Heblaay waxay tiri, iyo ina hebel wuxuu yidhi, iyo intaa sidan la lahaa iska ilaali. Waxaana rafaaday carabkan weeye, war ma yahow bahalkan carabka la leeyahay? Xantan aadamaha la daaqsanayo, khaasatan haweenow, waa u badantihi. Run haddii la sheego, fadhiga aad fadhidaan wuxuu ku dhadhamo ku macaanaado waa inaad dad haysataan, iyadoo xanta aan u badan anago dhan oo aadamihii dhadhax gashay, haddana wax ka sheega dadka aad baad ugu badantihi. War ma yahow nin walow naftaada, war niyahow naftaada, war dembi qof kale leeyahay faraha gashani, taadi waa wadii laadahay. Xabadahan salaadaha ee waswaaska aan ku tukanayna ee sakaraadka eh, haddii qof kale loo qoro ka waran, anakoon camal karaba igaro meesha ku hayay, soo dhibaato ma leh. Afartan sano salaad aad tukanaysa, hadduu nin qaato maalinkii qiyaamo adina adoo mutaxan oo keliga aad soo harto, mashallaay ka weyn baa jira. War xantan waa waxa qasbaya camalka saalixa inta yar ilaahay la horimaato inuu dhammaado waxa qasbaya weeye. Intaasaa kelimadii ku koobi. Wasallallahu wasallam wa baraka cala nabiyina Muxamedin wa cala aalihi wa saxbihi wasallam.